قال الملك بغى حكومة جديدة وبغى فيها دماء جديدة وكفاءات قادرة على تسير الأمور، ماشي الريع والفابور، وماشي خطوة القدام وثلاثة اللور، وماشي حكومة حليمة وعبد الإله وكبور. إوا لك الفراجة بن كيران قال لك من دياولو ما يخلق وزرع شي وحدين، ولا تماني قال لك عندي دياولي باغي نديرهم. هل مصلي اللي شد لي العيالات، وهل وافي باش تقابل لي في الخارج، وهم قراز ديال الشبيبة اللي كان مكلف بالتحناش في الفيسبوك، والشجر تقاتل باش يدوز وحبسوه في الباب. فانت حتى عيا ولكن ما قضى والو. وبن عبد الله ضربها بسله ونارت عنده قرباله في الحزب، كل شي غضبان وكيسول علاش خرجتي ومالك علقتي. وشرفت افيلال مولات جوج فرنك كان راشق ليها حيت كانوا دركشوها من الحكومه قبل من كل شي، وكل يوم عطاوها اللي قد ديال البوكس كنت حيرات عليهم. اما انس الدكالي اللي كان وزير الصحه طاحوا ليه الكتاف، ما بقى غير يقول انا مزاوك، وكون عطاوه الماء سخون كون شربه. شي اللهب ويا رحال اطير الجبال أسبعة رجال. السيد بلي لو نهار ولا وزير ما عرفناش منين ندبر على الكولا، وقال ليهم انا ولا لا، المهم ما قضت ليه الكولا والو. ايوا السك العنصر اللي بقى يعصر ويعصر حتى ولا بقوه الزمن وزير العصر، ختم يامو في الحزب بالبنيه والكراسه كيتلاحوا قدامه. ايوا فينك وزير المناصب، هالبارد هالداخلية هالسكنة هالتعمير هاسكين جبير هادو ابو حمرون هادو ابو صفير ها ما عليناش. السبع من قوتهم اللي كيكبر كيحقر عليه كل شيء، تقووا عليه الشباب وبغاو يديروا كلمة لحزبهم، ما بغاوش حزب راكع خاضع. وناضم عيط على البوليس، الله يكون في العون لسني احكامه، وما خاصناش نتقولوا في الناس، نطلبوا غير السلامة واسترموا لنا. اما السي ساجد هذاك ما تعرفوا واش راكع ولا ساجد، واللي عطى الله هو هذا، راه قلنا ما نتقولوش ونطلبوا غير السلامه. اما التجمع ما فهمت فيه والو، واش هو اللي كيجمع ولا هما اللي كيجمعوا معاه او كيجمعوا ليه رجليه. سامح في الصحاح ديالو اللي عندهم قاعده عند الناخبين وخلف الحكومه غير رجال الاعمال. اسيدي ما عليناش ونطلبوا غير الحافظ الله واستر مولانا. فين هو المشكل؟ ياك البيك بوس اخنوش باقي في الحكومه، ومشات لمياء وجات سهام، سمحوا لي غلط جات دنيا، يا فتاح يا رزاق يا مكمل الارزاق، واللي بغى الدنيا يامن راسو ويدير بحساب دوير الزمان. المهم الحكومه راه تكونات وعمرها راه معروف، ما يجيو فين يفهموا شغلهم ويشمروا على كتافهم حتى يلبسوا صبابطهم ويلقاو الصنادق ديال الانتخابات محطوطين قدامهم. المهم قلنا خاصنا نطلبوا السلامه واسترموا لنا، راه هاد الاحزاب شوهونا الخوت وما عرفنا ندعيو عليهم بالشفاء او بالموت، راهم ضحكوا فينا الناس لهلا يسامح ليهم. حتى دوك ديال المعارضه راه ما دايرين طيصه، الاصاله والمعاصره كرات جوج بيوت في المحكمه والله يخرج عاقبتها على خير. كترت التناقير والسبان وشي مقلق شي زعفان ولا على من تعول، والخبار يجيبوها الاخرين. اما الاستقلال الحال هو الحال، كدوز اجيال واجيال مره يتقاد ليه السعد ومره يطيحوا ليه الركابي. ايوا على من نصوتو في 21 الله يصوبو خلاص وديرها غزوينه.